كان دجلة نبع حياة الموصل عبر التاريخ، صمدت بوجه نوائب الدهر مستمدة القوة من تدفق مياهه. وبعد تحريرها من قبضة داعش عام 2017، تكشفت قصص صمود كثير من أهلها في وجه التطرف وجهودهم في بناء المدينة بعد معارك التحرير. الطاقم الطبي لمستشفى ابن سينا التعليمي قصة صمود تنهل من نبع الحياة الموصلية، يكتبها الطاقم عمليا عبر الردهات والأقسام التي أقامها من بين الأنقاض. دكتور، إيش اللي خلاكم تختارون هذا الموقع بالتحديد أم تعيدون تأهيل المستشفى هون؟ والله تعرفين شو المشكلة، احنا سارة مستشفى ابن سينا حكينا لك صارت أرض، تمام، وقت صارت احنا 535 سنة ما لقينا اي موقع بديل. احنا بالبداية كنا ضيفية على مستشفى ابن الأثير، كانت 8 أسرة وغرفة، واحنا تقريبا 1400 منتسب، تمام، فلازم نشوف انه موقع اوسع. احنا جينا على هذا الموقع كان مدمر، بس شفنا الامل مرور الزمن اعطيه وسع من عنده، ولهذا اخترت هاي المستشفى. يعني هاي المستشفى تضم 100 سرير، وهذيك 535 سرير، فهذا اوسع من ابن الاثير. ابن الاثير غرفه واحده كانت وصاله بس بها 8 اسره، هذا اللي فرق اللي خلانا نيجي نختار. فاهلنا شويه شويه، هذه يعني هسه هاي شوفي هاي للتدريس للقاءات، هذه كلها تفيد. احنا مستشفى تعليمي، هو اشنو اكو فرق بين المستشفى التعليمي واكو فرق بين المستشفى العاديه. مستشفى تفضلي هسه المستشفى التعليمي اشنو ظلم من المستشفى التعليمي؟ يعني معناتها طلبه كليه الطب يدربون عندنا، طلبة الدراسات العليا الاختصاصات الطبية مختلف اختصاصاتها، هذه اللي كانت شجعتنا نجي على هذا المكان. يعني شوفي هسا هاي المكتبة، يعني هسا بالموصل ماكو هالشكل مكتبة، لأن كل في المكاتب، ما جامعة الموصل احترقت، ما المستشفيات كلها احترقت تدمرت. احنا حقيقة هذه نواة لمكتبة صغيرة، فبدي ان شاء الله تتطور. هذه شوفي تتطور يوم على يوم، تتطور كتب، بعض الكتب اللي جبناها من المجمع، بعض الكتب جتنا إهداءات من منظمات، الأطباء نفسهم قاموا يهدون كتب، المجمع الطبي. هسه إذا أحكي لك هون مثلا هذه الدوريات، هاشني هالدوريات، النشرات اللي تطلع، الدوريات اللي تطلع بالعالم، مثلا المجلة الشهرية أكو مجلة أسبوعية، فكل هاي نسميها الدوريات والش اسمه. هذه هون الكتب قسمناها، هاي الكتب الموجودة الصيدلة، الموسوعات، الكتب مال الاختصاص النفسية، هاي كتب كل اختصاص بينه عنده، الكتب اللي خاصة بينه، هذا يجون هون يستفادوا منه، يستفادوا منه الأطباء بوقت فراغهم. يؤسفني أتكلم بهذا الكلام، إلى حد هذا اليوم ما أكو أي توجه باتجاه مستشفى ابن سينا التعليمي، كلام يقال بدون فعل. احنا إذا ما يصير توجه حكومي حقيقي بإعادة تفعيل بناء المستشفيات في هذه المدينة، ما راح نظل هاي المدينة على حالة. احنا المدينة هسع بحاجة الى بناء مستشفيات. انت اذا تشوفين احنا المجمع الايمن اللي كان يضم كلية الطب، اللي كان يضم الجمهوري، ابن سينا، البتول، هذول المستشفيات الرئيسية كله تدمر. بالساحل الايسر مستشفى السلام تدمرت، مستشفى البتول، عفوا مستشفى الخنساء دمرت واحترقت، مستشفى ابن الاثير اكثر من نص مساحتها محروقة. احنا هاي المستشفيات اللي بالمدينة ما اكو شيء يعوضها لحد يومنا هذا. كل اللي صار بجهود شخصية، من سواء كان من مدير العام او من الزملاء مدراء المستشفيات او الكوادر الطبية الموجودة بالمدينة، هي اللي تقوم بجمع التبرعات، باتصال مع منظمات اعادة تأهيل. هذا ينرى توجه حكومي في بناء البنى التحتية للمدينة. دكتورة، قد تحكي لي شوية عن فترة اللي وقت داعش اللي كنتم تعانوها بالمستشفى، أو الأشياء اللي كنتم يعني المشاكل اللي تواجهوها والأشياء اللي كانت موجودة. أكو بعض المرات شوفي تتذكر ست سارة، أكو بعض المرات الإنسان أشياء اللي مزعجة ما يريد يتذكرها، يعني ممكن يحس بيها بمرارتها، يحس يشعر شلون كان بيها مر بمرارة. يعني أنا من جملة الأشياء اللي كنا نعيشه، يعني كان وقت انا اخصائي وكان عندي مقيم مقدم، عندي يداوم عندي بالش اسمه هذا
بالاخير اكتشفنا بانه هو كان يشتغل مع الدواعش. الصوري مقيم مقدم مالي حاسبني، يحاسبني على اشياء كان هو يتعلمها مني. هذه كلش حزت بنفسي وعطتني فقد انطباع. حقيقه احنا انكمشنا، كل الاطباء اللي موجودين انكمشوا على قد تاديه الخدمه لابناء مدينته. انا من اللي الاطباء اللي باخذ داخل المدينه، كنت حقيقه كنت اداوم يومين بالاسبوع، هذه مجبر لازم انت لازم تيجي تداوم بها. بالمناسبه كان داومنا مجانا لان ما اخذنا ولا فلوس، لان الرواتب انقطعت علينا. العالم يعني حقيقه الحاله الماديه للعالم بما فيهم المنتسبين مال الصحه كلش تأدوا. يعني انت انا مره ما اطيق افحص، تمام انا ما اطيق افحص، افحص لازم بس افحص بس رجل، والطبيبة تفحص الطبيبة تفحص المرأة والطبيب يفحص الطبيبة. وكثير من الزملاء أنا اتحاسبوا ليش فحصت مرأة أو ليش، يعني يعتبر الكية خلوة، يعتبر الكية ما يصير تلتقي معانه. أنا يمكن حكيتوها، أنا عندي ابني كان طالب كلية الطب، في يوم من الأيام جيتوا على البيت أدوى على ابني بدماغه، المحلة كله وقفت أشهر الساعة 5 العصر، جو كان يسموها الحسبة، الحسبة جو اعتقلونه. أنت تعرفين يعني طالب بكلية الطب صف الأول، يعني بعمره حدود 19 إلى 20 سنة بذيك الفترة، وفات بالش اسمه حقيقة اللي كان يفوت يعني يقطع رأسه هذا شو اسمه. فرحت أسأل عليه ما حصلت أي كلام، كانت يعني تقريبا الانسجة ما أعرف شو خد، بس طلع و 14 يوم. هذه 14 يوم من العمر. إذا تقلك إيش السبب؟ السبب ابني عمل جروب على الإنترنت. ابني عمل جروب على الإنترنت، الجروب مال مرحلة. هذا جروب مرحلة، تعرفين كلية الطب فيها طلاب وطالبات وبالإنترنت. هذا الجروب مختلط بينه أولاد وبنات. تعال أنت أشون اختلاط ولد وبنات. يابا هذا بالإنترنت، هذا بالجروب بالفيسبوك. ما أقول، المهم مسكوله احد البنات اللي كان حكيت معانه، وحدي بنتي، بنتي بس ما تعرفين البنات يكون باسماء مستعاره. سالوني يابا هذا ليش هي بالتحقيق، يابا هاي اختي. اشنو اللي يثبت هذه اختك؟ اشنو اللي يثبت هذه اختك؟ عن ما حلف يمين هالشكل. المهم ما اطيل عليك، هو وتسعه من زملائه كلهم اولاد اطباء، اللي عقوبه ابني كان انسجن 14 يوم مع 60 جلدة. أحد زملائه انسجن أكثر من شهرين على مود كلمة قال أكو واحد تفهمين إحنا نسميها التحشيش على الشاخة مع أصدقائه، شافوها بالموبايل ماله كاتب، قال له صديقه، قال له هلو، قال له هلوات، هذاك قال له صلوات على النبي، تعال أنت شنو عاد تكفر. دخنونه باب كفر ولبسون البدلة الحمراء، وهذا قصة عداوة. ورا شهري ما صدقنا يطلع حقيقة. هذا يوم طلع حقيقة ما تمالكت نفسي، كلش بكيتوا على هذا الموضوع. تبين هذول بهالعمر، هذه فترة انطلاقة مالهم، فترة الحياة مالهم، عمر 19 20 سنة، كثير أثرت على نفسياتي، يعني كثير أثرت على نفسياتنا. هذه اللي أشياء اللي صادفتني أنا شخصيا، أما الأشياء اللي كثيرة كثيرة موجودة، يعني واجهتنا أشياء، واجهتنا مشاكل. مرات انقطعت الجسور، الجسور كلها تدمرت وهالشكل. جوني على البيت الأمنية، ليش أنت ما عداوم؟ يا أبو الجسور مقطوع، أشون عبر؟ أنا كان بيتي بالأيسر والمستشفى كانت بالأيمن، لا تجي. حقيقة عبرت الجسر بالبلم، عبرت النهر بالبلم. تعرفين بالبلم كان بشهر 12 لسه أتذكره، وقت اللي عبرته وصلته غير، يعني أنا على أساس فرحان بأنه عملت فغشية وجيته، جيتوا حاسبوني ليش متأخر على الدوام؟ يا أبو والله عبرته، لا أنت متأخر على الدوام. هاي الاشياء اللي كانت تبين. انا طبيب اخصائي ولي قيمتي بالمستشفى، قيمتي بالمجتمع هالشكل. وقت اللي انت تشعرين بانه ما لك قيمه، يعني حتى ما لك رابط اديام العمل. ايه بس احنا كنا نخدم، خدمنا اهلنا. احنا انا افتخر بانه احنا خدمنا اهلنا اللي بقوا بالمدينه. وحقيقه حتى العيادات كانت مجانا، ما قاموا يجون على العيادات، يعني ما عندهم امكانيه يدفع. يعني الألف دينار صار لها قيمة بذاك الوقت، فكيف يجي مريض يدفع 10,000؟ فكنا دائما نقدم لهم خدمات داخل المستشفى بالاستشارية اللي كانت موجودة عندنا بالمستشفى العام. هاي الأشياء اللي كانت عندنا، وأشياء كثيرة، أشياء كثيرة. يعني هذه إذا أحكي لك راد الله فرد مجلدات نألف عليها هذه اللي صارت.
دكتور، تعامل عوائل داعش يعني معكم انتم ككوادر طبية او تعامل العناصر هناك اللي تفرض او حتى الصينيين بالصورة كانت. حتى الصينيين بالصورة احنا بالمستشفى العوائل داعش كان اكو اطباء موحدين دواعش، وكان اكو حتى علاج موحدين ما يجون يمنا، ما كانوا احنا عوامي يسمونه، ايه احنا ما يعني ما نعالجهم ولا نجي يمهم، تفني كانوا عندهم الصيدليه ما داخل المستشفى يعني المكان مالهم، الصيدليه مالهم، الاستشاريه مالهم، ايش اسمه. اما احنا لا، احنا يعني شلون درجه ثانيه خلينا نسميها، احنا كنا نمشي. فاكيد يعني ادويتنا تختلف عن ادويتهم، علاجاتنا تختلف عن علاجاتهم، الخدمات المقدمه تفرق عننا يعني، ولهذا كان يعني تعاملنا كلش قليل يعني معهم. كان اكو تمييز طبعا طبعا، هذا يعني القاصي والداني يعرفوا ما ايش اسمه ايه، بس اكو بعض المرات مثلا يحتاجون اطباء ما عندهم بهذا الاختصاص، لا يجون علينا ولازم نعالجهم ايه. فهالشكل كانت الامور تجري بالمستشفيات، ولو هي يعني حتى ادارتهم، اداره المستشفى مالتنا واحد وادارتهم واحد، اي كان اكو واحد مسؤول عن المستشفى، الاشياء اللي تخصه يمشي بها، اللي ما تخصه ما له علاقه بها. من القوانين اللي كانوا يفرضوها عليكم داخل المستشفى هذا يعني انت اذا تفحص حتى من العوام، الرجل يفحص رجل والمراه تفحص المراه، تعرفين بعدين طلعت هاي مال اللحيه وطلعت مال تقص البنطلون الازار، بالنسبه للنساء هذا الخمار، الطبقة الأولى والطبقة الثانية والطبقة الثالثة، هالشكل المرأة ما تمشي واحدة بالمستشفى، ممنوع تمشي إلا معاها محرم إيه، وحتى البنت وقت تفحص شو اسمه الرجل ينتظر برا والمرأة تفحص جوا، أو بالعكس الرجل يفحص والمرأة تقف بغا ما يصير تفوت على شو اسمه إيه. تعرفين هذا أنت طب يعني الطب ما ممكن أن يدار بهذه الصيغة إيه، هذا اللي كان في وقته. وكثير شغلات يعني بجوز ما تخطر على بالي هسه، بس اكو شغلات كثيره يعني كانت مضايقات كثيره، ما تاخذ راحتك بالدوام يعني، انت تعرفين انت الدوام اذا ما مرتاح ما متونس بيه صعب تنتج. سيطر داعش على الموصل ووصل معه طاقمه الطبي الخاص من عراقيين وعرب لمعالجه مسلحيه وعائلاتهم مستخدمين المستشفيات والمراكز الطبيه في المدينه، بعد معارك التحرير التي نتج عنها دمار كبير في جميع مرافق الموصل، افتقرت المرافق الصحية للمعدات والأجهزة الطبية التي تمكن الأطباء من تشخيص الحالات ومعالجتها. أحكيكم على هذا الجهاز. هذا الجهاز هذا ما التخطيط مع القلب. أنا حكيت لك أخوي اللي أكبر مني صار عنده جلطة. الموصل كله افتريتوها. ما أكو كل شيء. يعني بحيث هذا الجهاز على صغره ما لقيتونه بالمدينه. تعرفين شلون مثلت لي صدمه كلش كبيره؟ هذا خلاني اندفع بان اوفر كل شيء لهاي المدينه. يعني اقتل نفسي حتى هو ما لي انا اختصاصي بكل الاختصاصات. اردت اوفر كل الاجهزه، كل الخدمات اقدمها لاهل المدينه. اهل المدينه نكبت بما فيه الكفايه. احنا واجبنا الديني والشرعي والوطني والاجتماعي أن نوفر خدمات لأهلنا بالمدينة، وأنا نذرت نفسي أن أقدم من أبسط خدمة إلى أقصى خدمة اللي باستطاعتي أن أطيق أقدمها إن شاء الله. وهذا أنا دائما كما أشوف جهاز تخطيط مال القلب أتذكر الدافع اللي خلاني أقوم بهذا العمل. مع تواصل جهود إدارة المستشفى وطاقمها الطبي أصبحت تلبي احتياجات حوالي 900 مريض يومياً في الأقسام الاستشارية فقط، فضلاً عن باقي الخدمات والردهات وغرف المرضى. مع جائحة كوفيد-19 انخفض العدد إلى 600 مريض تقريباً في اليوم الواحد في الأقسام الاستشارية مع تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي قدر الإمكان، بالرغم من الصعوبات كما يخبرنا مدير المستشفى دكتور فائز إبراهيم. أما كيف كان المبنى حين دخله عقب التحرير بيوم واحد فيعطينا فكرة عن حجم الإصرار على تذليل كافة العقبات وصولا لأن تحظى المدينة بغرفة عمليات عالمية النظام.
هذه شوفي عن 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 ندخل عن ندخل هذه المدخل الى المستشفى هاي كلته بس انا وهذا ما حد دخل معانا هاي ما حد كنت دخلها قبل انا وهذا الجندي البطل اللي كان معاي هذه هو كان ياخذ لي صور شوفي مره كنت انا اخذ له صوره هو كان ياخذ لي صوره هاي كان طوارئ الاطفال هوني وهذه مال شو موجوده كان مال وبائيه الشعبه الوبائيه كانت هذه طوارئ الاطفال شوفينا شلون الدمار اللي صار اشوفها هذا هوني هذا قسم الهندسه هاي المفاصل والعلاج الطبيعي هذا كان بناء جديد استلمناه من 2013 هذا كله تدمر هذه شوفي هاي المستشفى هذه شوفي هاي مكان الصاروخ اللي انضغب الفتحه مع الصاروخ شلون هذه وهذه انضرب على الاساسات هذا الاساس هذا هوني الصاروخ اللي اخذ جوه هذه ما صار عندك شويه من الخوف ساعتها دحقي مثل ما شيء عزيز عليكي وما يهك ما كان يهمني خوف يعني انا اذا قد اخشى اشك واشي اشي اتدمر من المستشفى مالتي تعرفين انا من 81 بهاي المستشفى من اول يوم التحرير 10/7 انا فكرت خابت المدير العام قلت لازم اروح نرجع اشكو والله استجاب لي المدير العام وطلعنا بالش اسمه وفد طلعنا 3 ساعات طلعنا استطلعنا رجعنا كملنا الكتب الرسميه وكل من على شطارته حقيقه احنا اول الناس يعني انا ظليت انقل بالاجهزه ما يقارب 6 أشهر 7 أشهر على ما بقيت المستشفيات بدوا يعني انا سبقتهم بهاي الست اشهر نقلت الاجهزه كلتها ما يعني تعرفين اكو ناس تيجي تتلفها اكو ناس تيجي تشعلها بهالست اشهر نقلت الاجهزه اللي استفدتوا منها وظل الاثاث قلت ما مشكله يتعوض يعني شو ما يقول ما خف وزنه وغلى ثمنه كلها هاي نقلتوها بعد مشاهدة صور الدمار السابق للمبنى رغبنا في رؤية ردهة العمليات التي تتضمن 3 غرف عمليات مجهزة بنظم متطورة للتعقيم وتنقية المياه الواصلة لغرف العمليات وتصفية الهواء لمنع التلوث وغير ذلك من المستلزمات الجراحية والتعليمية هذه كلها كاميرات هذه وقت اللي أخليها على المريض هذه مرتبطة بغرفة السيطرة كنترول يسموها كلها هذه كلها شو اسمه هذه كلها هذيك اكو ما اشوفين ما بها ما نخلي قناني مال اكسجين هذيك مال الغازات الطبية وحدة للاكسجين وحدة للغازات الطبية وحدة غازات مال التخدير كل وحدة نظام شكل هسه ما تشوفين مال الاكسجين كل مخارج كل هذا نظام عالمي متطور عارفين شلون بحد ذاته هذا الـ الـ الستيل ستانلس ستيل هذا هو شيء متطور جدا وهذا ما التدفئة والتبريد وهذا النظام مال الكاميرات وهذه الأنظمة كلها اللي موجودة بالإضافة سأشوف كأشون يدور العمل فقد طريقة كلش حلوة حتى لا يصير تلوث بها من بين الألغام والأنقاض قامت مستشفى ابن سينا التعليمي من جديد في هذا المبنى البديل أبطال هذه القيامة منهم من هو معروف بالاسم وآخرون مجهولون ساهموا بتبرعاتهم أو أشكال أخرى من الدعم تعال 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 هذه 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 هاي هسه لقيناها هاي البطلة هاي البطلة المهندسة نسرين امسارة هذه أول من الأوائل اللي فاتوا معاي على هاي المستشفى اللي كانت مدمرة هي كانت مشرفة البناء المشرفة المقيمة قبل 2014 هذه بعدين سسارة هذه بعدين بال 2014 وغال 2014 من اللي شجعوني أفوت على هاي المستشفى شجعتني كثير وقامت تدعمني تجيب لي المتبرعين وقامت يعني ترك مبالغ بسيطة مبالغ بسيطة يوميا نجي كلتنا يعني بس البراغيب نقدم لأن المستشفى الوحيد اللي نجت من يعني ما نجت تماما من القصف جزء من القصف مدمرة كان يعني ما مثل ذوك اللي صاروا على أغم فقمنا يعني من المتبرعين والناس أول من هو والله كنا نيجي الصبح نباق العصر إيه والله يعني كو شغلات يعني مثلا مضخات حقنا بالقاعة المكاين نحن نجي موجودي نجي ثاني يوم كنا نشالت لأن كلها سرقات يعني
يعني عملنا مثل ما يقولون المستحيل في سبيل انه نقدم خدمه للناس اللي ما عندهم. قلنا هذه احسن من هذه، كانت معسكر باب تدريب وب 40 عبوه طلعت، ونحن كنا نروح وقلنا نجي والعبوات موجودين. نفسي هاي المكان، هي هاي نفسها، هاي نفسها هاي كانت يعني. هذه سيساره بالمناسبه ما حكيت وقد ذكرتني هسه، هذه كانت معسكر مال تدريب، هاي كانت معسكر مال تدريب، هاي كلها أستاذ. هذه يعني هسه شوفي هسه اللي صورونا هاي، شوف هسه هاي الازهار هسه كلها هاي جبناها، هذه كانت عباره عن عبوات، هذا مخزن مال عبوات، هذا كله موجود هوني هسه مساره خلق الله عليها، خلت لنا الورود وخلت لنا الازهار. هسه على اول وسع احنا بنهايه الدوام على شو اسمه، راح اشوفكم خارج المستشفى، اهم الاعمال اللي قمنا بها اللي هم رتبت في المستشفى، هم عرتب الداخل والخارج اثنيناتهم. ف عندنا هذا هذا المدخل مال المستشفى. بالمستشفى اول ما جيت عليها، اول من جيتوا عليها، جيتوا عليها انقاض المستشفى، هذه هذا القاطع كله مضروب اربع صواريخ، هذا كله اعمار جديد، هذا كله اعمار جديد. هسه اشوفه لحد الان، هسه عاد اقوم بهاي اعاده الحدائق، هاي عاد ارتبها، هذا كله كان ما موجود، هذا بناء جديد، هذا القاطع كله هذا بناء جديد عملناه له، كله هذا رتبناه له. هذه هسه على اساس العلاج الطبيعي وعلى اساس قسطره القلب بهالمكان صارت، وهذه الاطفال اللي هسه زرناها قبل شويه، وهذه الحدائق عاد اعيد اعمارها من جديد، هذيك بديت اشتغل بهذيك الحدائق هذيك موجوده هسه اذا نطلع عليها. وهاي هون شوفي بالليل فمنظر كلش رائع، يعني اكثر الناس تجي هون، تصير فرد منطقه سياحيه كلش حلوه. رايح المرضى هاي، اي هاي المرضى يرتاحون هون، وتفين على نهر دجله، هذا عطف هذا انطباع لل هذه الحاويات بها مال جمله مال عنايات مركزه، اجهزه مال عنايات مركزه، ان شاء الله بالمستقبل القريب ان شاء الله كلها افتحها ان شاء الله. يعني بعد تكمل، اي اوسع اوسع ان شاء الله. دكتور من هون السنة ايش ما تخشى على المستشفى حصري؟ والله دحقي انت لا تسالي من هون السنة، سنيني من هون الشهر، لان انا ما يمر اسبوع على هاي المستشفى اذا ما اطور شيء بيها، واطوره ما يعني اغيده في اعلى مستوى، اريد اقدم خدمة لهاي المدينة، اقدم بحيث اقدم خدمات باعلى مستوى. انا لحد الان ما وصلت 50% من طموحي لهاي المستشفى، وانا الحمد لله هذه ان شاء الله اصير هذه المستشفى مفخره لاهل مدينه، لاهل المدينه ان شاء الله، خطوه خطوه، والعمل ما يجي بيوم وليله، العمل بتقادم الايام الانتاج راح يبين، والعالم هي اللي تحكم، ما اريد انا احكم على العمل اللي اقوم به ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق دكتور. ان شاء الله ان شاء الله يحفظكم ان شاء الله.